بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا أسبوع الثاني من تحضير. أسبوع الأول كان تحضير عام، والأسبوع الثاني دخلنا المعسكر هذا لمدة 6 أيام، والمفروض أسبوعين قسمناها على مرحلتين. مرحلة الأولى تكون فيه 6 أيام تقريبا 11 حصة، وين في تجاوب باللاعبين، خاصة أنه في المعسكر تعرف حصتين صباح ومساء. الحمد لله كل تقريبا 80% 70%، خلينا نقول 70% تواجد اللاعبين خاصة في الفترة الصباح، واللاعبين كلهم موجودين في الفترة المسائية. الحمد لله كل شيء مضبوط، البرنامج يمشي كما سطرناه، وان شاء الله نتفائلوا خير للفريق ان شاء الله الموسم هذا باذن الله. احنا حاليا في المعسكر ابتدينا الاعداد البدني العام والاعداد البدني الخاص، وباذن الله الفتره اللي جايه هيكون فيها يمكن الاجزاء المهاريه. اللعيبه كلها همه ونشاط وحماس للموسم الجديد، وبنتمنى من ربنا التوفيق ان شاء الله يوفقنا كلنا، جد واجتهاد، وكلنا هدف واحد ان احنا نوصل لاعلى مكانه. حراس المرمى الحمد لله مستواهم جيد، وباذن الله خلال الفتره اللي جايه نقدر نأدي ونقدم مستوى افضل، عشان يعني دي حاجه معروفه ان دايما الحارس بيكون نص الفرقه ويمكن اكتر، فالاعتماد عليهم هيكون كتير في المباريات اللي جايه باذن الله، وربنا يوفق ان شاء الله، وكل الدعم للفرقه باذن الله في المباريات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بديت أبدأ الشكر أول شيء لمجلس إدارة نادي دبي الحصن على توفير كل الإمكانيات والماديات حق الفريق، توفير حقنا معسكر داخلي، والحمد لله راسمين خطة وإن شاء الله نمشي عليها هاي السنة. ونشكر صراحة مدير الجهاز الفني كابتن حبة حبيب، والطاقم الموجود معه كابتن حراس عمر عباس، وإن شاء الله مع الإمكانيات الموجودة راح نحقق شيء هالموسم ان شاء الله باذن الله.